ببلادنا هذا واحد من التحديات اللي كانت مع هذه الحكومه هذه. ما غاديش نرجعوا للاسباب وما غاديش نرجعوا للظروف وما غاديش نرجعوا للمسببات، لكن اللي معروف هو انه السياق الدولي كان مطبوعا بارتفاع كبير لنسب ديال التضخم، وطلقت عوامل ديال التضخم مع عوامل ديال التساقطات، قله التساقطات في بلادنا، وعطت، لكن الحكومه بذلت مجموعه كبيره جدا من الاجراءات. مثلا في هذا الموضوع اللي كنتكلموا فيه الان اليوم، العرض الذي قدمه السيد وزير الفلاحه، الاجراءات التي قامت بها الحكومه خاصه في مجال الغاء والاعفاء المتعلق بالاستيراد جمله من المواد خاصه اللحوم الحمراء والى غيرها، هذه الاجراءات هي التي ساهمت في التخفيف. التعليمات الملكيه وعشرة المليار ديال الدرهم اللي خصصها من اجل دعم السلاسل ايضا ساهمت في انه تكون هذه الاجراءات عندها واحد الوقع اللي هو ايجابي. والحكومه ايضا حافظت على الميكانيزمات المعروفه في معالجه هذا المشكل ديال التضخم، وسوف يعني كيف ما قلت يعني تبذل مجهودات اخرى. حنا الان اليوم في الدعم الاجتماعي، حنا في الدعم ديال السكن، الدعم ديال المهني ديال النقل، صندوق المقاصه بالامكانيات التي توفر، الدعم ديال سلاسل الانتاج بما فيها الخضر والفواكه الى غيرها من هذه العوامل كلها. لكن يجب نتفق معك ان نتفق بان هناك ايضا بعض المشاكل المرتبطه بالمرحله ما بعد الانتاج، وهذه ايضا الحكومه تنكب عليها وسوف تبذل يعني كل الجهود من اجل ان نطوق هذا الموضوع، وتكون واحد البدايه من اجل واحد الوضوح على مستوى السلاسل ديال البيع وديال التسويق. شكرا لكم.